السلام عليكم متابعين قناة الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض البوبيك التركي بطريقة سهلة جدا، والبوبيك بتاعنا هنعمله بخطوات بسيطة، هيطلع معاكي طري وهيطلع كمان مظبوط. قبل ما نشوف تفاصيل الفيديو بتاعنا ومقادير وصفتنا، أتمنى في البداية ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، وأتمنى كمان اللي تعجبه الوصفة ما ينساش يدعمنا بالشير مع الأصدقاء. ولو بتشوفوا القناة لأول مرة، بنقدم عليها مجموعة متنوعة من الوصفات والحلويات، إلى جانب أهم الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا. وكمان هتلاقوا على القناة مجموعة متنوعة من الفيديوهات اللي بإذن الله ستنال أعجبكم. يلا بنا على طول نسلم الله ونصلي على حبيب المصطفى ونشوف البريك الجميل عملنا ازاي بكل سهولة. أول حاجة في وصفتنا هجيب كمية من اللحمة المفرومة، وهنبتدي دلوقتي نعصقها. جبت هنا شوية من اللحمة المفرومة حوالي نص كيلو، وابتديت أعصقه بالشكل ده، وهسيبه شوية على النار لحد ما يفقد كل السوائل الموجودة فيه، وبعد كده هنشوف الإضافات بتاعتنا. هنحضر الخطوة التانية، وهي الحاجة اللي هنسقي بيها الجلاش أو البريك بتاعنا. هجيب هنا كوباية من اللبن، هضيف عليها كمان مقدار بيضتين. الإضافة اللي بعد كده بعد اللبن والبيض، هضيف نص كوباية من الزبدة ونص كوباية من الزيت. زي ما احنا شايفين ضفنا اللبن والبيض، دلوقتي هنضيف نص كوباية من الزبدة سايحة، وممكن تستعمليها ممكن تستبدليها بنوع سمن كويس. هضيف كمان نوع نص كوباية من الزيت. إضافتنا اللي بعد كده كمان هضيف معلقة من الدقيق، وبعد كده رشة من الملح وشوية من الفلفل الأسود، وهدمج الخليط ده كله مع بعضه، وهو ده الخليط اللي هسقي بيه الجلاش بتاعنا، وهحطه ما بين الطبقات. زي ما احنا شايفين قلبته بالشكل ده، هقلبه كويس، وبعد كده هسيبه شويه بقى لحد ما هعصج اللحمه بتاعتنا. قد اللحمه بتاعتنا ابتدت تفقد السوائل الموجوده فيها بالشكل ده، هجيب مقدار بصله كبيره، وبعد كده هضيفها على مقدار اللحمه بتاعنا. ممكن تضيف اضافه كمان لو عندك فلفل اخضر ولا حاجه، ممكن تضيفيه عليها. انا استكفيت هنا باللحمه والبصل بالشكل بتاعنا ده، وكمان هحط عليها التوابل. التوابل بتاعتنا هيبقى عباره عن ملح، وعباره عن فلفل اسود، وعباره كمان عن شويه من البهار الحلو. زي ما احنا شايفين ضفت كمية من الملح بالشكل بتاعنا، وده طبعا يرجع على حسب كمية اللحمة اللي بتستخدميها. كمان ضفنا نص معلقة من الفلفل الأسود بالشكل ده. بعد كده ضفت آخر حاجة شوية من البهار الحلو، حوالي نص معلقة. هنبتدي نعصج اللحمة، وهنسيبها شوية على النار لحد ما تتعصج تماما وتفقد كل السوائل الموجودة فيها بالشكل اللي هنشوفه. خلاص كده اللحمة داخلة في السوى، مش محتاجة كتير على النار، هسيبها حوالي 10 دقايق كمان، من 5 دقايق لعشر دقايق كمان. وبعد كده هشيل بقى خليط اللحمة بتاعتنا، وبعد كده هشيل خليط اللحمة المتعصجة ديت، وهسيبها تهدى شوية. بعد اللحمة بتاعتنا ما هدت شوية، ادي هنا لفة الجلاش بتاعتنا، هبتدي اجيبها. وادي لفة الجلاش، والجلاش بتاعنا طري بالشكل ده، هاخد منه حوالي 4 طبقات، وهغطيه كويس عشان باقي الجلاش بتاعنا ما ينشفش معانا. اخدت منه حوالي 4 طبقات، وباقي اللفه بتاعه الجلاش هركنها شويه، وطبعا هنا اهم حاجه ان انت تغطيها عشان الجلاش ما ينشفش معاكي. هجيب بقى واحده واحده كده، وهبتدي احط فيها الخليط اللي احنا حضرناه من شويه، وهنبتدي ندهن ما بين الطبقات بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. عملنا اول طبقه وحطينا جزء من الخليط، بعد كده هحط تاني طبقه، وكل الطبقات هحطها. انا هعملها هنا، هعمل الجلاش بتاعتنا اول بريك بتاعنا ب4 طبقات. وادي تالت طبقة، وهنحط الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه، وبعد كده هحط اخر طبقة، وبعد كده هحط حشو اللحم بتاعنا اللي احنا طبعا سيبناه يهدى شوية. ادي هنا ال4 طبقات عملناهم بنفس الخطوات كده. ال4 طبقات عملناهم، وحطينا فيهم وحطينا ما بين كل طبقة والتانية الخليط اللي حضرناه مع بعض. بعد كده اللحمة بتاعتنا بعد ما هدت بالشكل بتاعنا ده، هنبتدي نحط جزء منها، وهنبتدي نلف رول. نفس الخطوات كده هعملها في كل كمية الجلاش او في كل صينية الجلاش بتاعتنا. هنجيب بقى واحدة واحدة كده، وهنحطها على صينية الفرن المدهونة بالزيت. هنجيب كمان 4 طبقات تانيين من جلاش، وهنبتدي نعمل فيهم نفس الخطوات. هحط ما بين كل واحدة والتانية الخليط اللي حضرناه مع بعض، وبعد كده هحط اللحمة، وبعد كده هلف رول.
هعمل معاكم واحده كمان، وهنشوف بقى الخطوات المهمه اللي هنحطها على صينيه الجلاش اللي بعد كده او صينيه البوريك اللي بعد كده، هتخلي البوريك بتاعنا طري وجميل جدا. ادي هنا كل الخطوات بنفس الطريقه كده، كل الطبقات هحط فيها الخليط بتاعنا بنفس الشكل، وفي النهايه هحط اللحمه بتاعتنا بنفس الطريقه وهلفها رول. كملنا الصينيه بتاعتنا بالشكل ده. بعد كده بعتذر طبعا لحضراتكم لان الجزء اللي بعد كده اتحذف معايا بعد ما صورته. ادي هنا بعد ما كملت الصينيه بتاعتنا ابتديت قطعته على حسب الحجم اللي انا محتاجاه، وباقي الخليط السائل اللي هو البيض واللبن والسمن والزيت ابتديت هنا حطيته على وش الصينيه، واخدت الصينيه بتاعتي وحطيتها في الفرن. وطبعا هنا الفرن لازم نكون مولعين قبلها لحد ما اخد معانا اللون الجميل اللي احنا شايفينه ده. وادي هنا صينيه البوريك بتاعتنا طالعه جميله جدا بالشكل ده. بعد ما تطلع من الفرن غطيها شويه عشان طبعا يبقى وشها طري، نغطيه ونسيبه شويه هيطلع وشه طري جميل طري وجميل معانا. اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم، واتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه، واستنونا باذن الله في وصفات جديده.